الجيتار البيز. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على نوع من انواع الجيتارات اسمه جيتار البيز. ناس كتيرة بشوفها بتبص على اسعار جيتارات وبتشوف جيتارات للبيع، وناس ناس شافت جيتار وقال لك انا عايز الجيتار ده شكله حلو اهو سعره مناسب، وهو مش واخد باله خالص انه بيشتري آلة تانية خالص غير الجيتار. الجيتار البيز هو جيتار فيه اربع اوتار بس على الاقل، ممكن تلاقي فيه اوتار اكتر، يعني في بعض جيتارات البيز فيها ستة فيها سبعة كمان. الجيتار البيز دوت عبارة عن هو جيتار ولكن اوكتاف اغلظ من الجيتار العادي. يعني الجيتار البيز دوت النوت بتاعته بتلاقيها اغلظ، اما اربع اوتار لو في جيتار بيز فيه اربع اوتار هيبقوا الاربع اوتار اللي فوق من الجيتار بس اوكتاف غليظ. فالاوكتاف الغليظ ده عشان يعملوه بتبقى الاوتار نفسها سمكها تخين شوية. يعني شوف سمك الوتر ده بيبقى عامل ازاي غير سمك الوتر بتاع الجيتار العادي. ليه؟ عشان يطلع الصوت الغليظ ده. الصوت بيبقى يعني الوتر بيبقى قد حبل الغسيل مثلا، يعني حاجه كبيره كده. فعشان يطلع الصوت الغليظ اللي انت سامعه ده طيب الجيتار البيز اللي هو دوت غالبا بيبقى الكتريك. طبعا في بعض الجيتارات البيز مش بيبقى جيتار، بيبقى عامل زي الكونتر باس وبيبقى جيتار منه اكوستيك برضو بيز في اربع اوتار برضو بس بيعمل الصوت الغليظ ده، بس هيبقى اضعف بكتير جدا من البيز الالكتريك اللي هو زي ما اتفقنا في الجيتار الالكتريك عباره عن حته خشب لازق فيها المسطره بتاعتها متراكب عليها الاوتار، وفي مايكات بتنقل الصوت وبتحكم فيه بالفوليوم بتاعي اعلي واوطي زي ما انا عايز عشان اطلع الصوت اللي انا عاوزه من امبليفاير. صوت الجيتار البيز مش هينفع ان انا اسمعه طبيعي الا لو انا معايا كونتر باس زي الراجل اللي كان بيقف ورا ام كلثوم عم عظمه الله يرحمه، كان بيقف بالكونتر باس بتاعه دوت وكانت الناس كلها بتحبه عم عظمه دوت، فكان بيقف وراها بالكونتر باس دوت هو اللي بتسمع النغمه اللي بتبقى ورا ام كلثوم الايقاع. هو الجيتار البيز بالظبط ما يعتبرش نوع من الجيتارات قد ما هو اله ايقاعيه. ليه؟ الصوت بتاعه الغليظ دوت مش هيعمل طبعا ميلودي ولا هيقود الموضوع ده كله. اللي بيحصل ان هو بيبقى مصاحب للطبل او للطبول او للدرمز، فمثلا بيبقى ليه تيمة معينة بيمشي معاها مثلا. ده بيسموه ووكين بيز، يعني البيز اللي تلاقيه ماشي كان واحد ماشي يعني. فمثلا في تيمات بيز انا هفتكرها مثلا مشهورة جدا لأغاني مشهورة. الاغنيه بتاعت ستيفي وندر I just called to say I love you. الجيتار البيز مختلف شويه في التكنيك بتاع عزفه عن الجيتار الالكتريك. الجيتار البيز احنا خلي بالك فاكر في الجيتار الالكتريك لما قلنا ما تبصمش على الاوتار، ما تحط صباعك بالبصمه على الاوتار، حط الجيتار تبقى صوابعك متعامده على الفريتس بحيث انك انت تنزل على الفريتس زي المطرقه. لا لا خالص، في الجيتار البيز بقى عشان الاوتار غليظه قوي وتستحمل انك تبصم عليها وبيتعزف بقى بستايلات كتير قوي. ممكن يتعزف بالصوابع، ممكن يتعزف بالريشه، وفي كمان بقى حاجات بقى بيعملوها السلاب. طبعا انا مش بيزست بس السلاب انك انت بيخبط الجيتار بيخبط البيز بالصباع بحيث ان هو يطلع دي سلاب. في عالم الجاز طبعا هتلاقي ناس كتيره بتعزف سولوهات، يعني هتلاقي كل الفرقه في الجاز واقفه كلها بتعزف باك جراوند معينه والراجل البيزست عمال يعمل السولوهات بتاعته. فده معناه ان الجيتار البيز برضه هو جيتار
وانك انت هتحفظ عليه سلالم وهتحفظ عليه بوزيشنز وهتحفظ مسافات، هتحفظ عليه اوضاع وهتحفظ عليه اسامي النوت، وهتحفظ كمان ازاي الايقاعات بتاعتها، يعني ازاي تعمل ايقاع مثلا بوسا نوفا عليه وتعمل ايقاع مثلا الروك والبوب والكلام ده كله، هتحفظ ايقاعات بالاضافه لانك انت بتحفظ برضو الاسامي النوت وبتحفظ برضو الكوردز بتاعه الاغنيه. هو اللي بيحصل الايقاع المنغم ده، وطبعا انا عندي في الاغنيه مثلا الكورد الدو بعدين ري مثلا وبعد كده السول وبعدين الدو مثلا. مثلا فانت الراجل اللي عازف البيز ده بيمشي على الكوردز او بيمشي على ميلودي معين هو عامله ايقاع منغم عشان يدعم الدرمز. الدرمز لما بتبقى في اغنيه مصاحبه للشغل والعمل الموسيقي وللهارموني صوتها جاف جدا بالنسبه للالات المنغمه وبتعمل ايقاع منغم. فهم فكروا في الجيتار البيز يكون حلقه وصل ما بين الايقاع الناشف بتاع الطبول والدرمز والالات الايقاعيه وما بين الجيتارات والبيانوهات والكيبوردز، الاصوات اللي هي بتبقى ليها نغمات وليها سلالم وليها هارموني وليها كوردز. فالجيتار البيز هو حلقه الوصل ما بين الايقاع الناشف وما بين الهارموني وما بين عالم الموسيقى في اللحن نفسه. فعم عظمه ورا ام كلثوم هتلاقيه ماسك تقريبا ايقاع وهو واقف، انت هتحس ان هو مش بيعزف كونتر باس قد ما هو بيطبل على الكونتر باس. هو ده التعبير اللي انا اعتبره صحيح، انك انت بتطبل على الجيتار الايقاع المنغم. فعم عظمه واقف ورا ام كلثوم بيعزف بقى الحاجات دي، مش هتقدر تستمتع باغاني ام كلثوم مثلا الا لو الايقاع ماشي، بالذات في اغاني الالحان الاستاذ بليغ حمدي الله يرحمه كلها ايقاع وكلها الايقاع بيتغير من جزء لجزء في اللحن نفسه. فانت عم عظمه بيغير مع اللحن في الجزء ده وبيبقى الايقاع كذا، هو اللي بيمسك الركوز بتاع الفرقه كلها اللي بتمشي كلها مع العد بتاعه. فالكونتر باس او البيز جيتار ده اله مهمه جدا من الات الفرق الموسيقى وبالذات فرق الموسيقى الحديثه في عالم طبعا المودرن والجاز والفرق كلها اللي بتعزف موسيقى دلوقتي. الجيتار البيز هو الجندي المجهول اللي ورا، اللي لو في بيز شاطر معاك هيخلي الموضوع تمن تاني خالص، وهيبقى موضوع قيمته الفنية عالية جدا لو معاك بيز شاطر. لو معاك بيز نص نص طبعا هيخلي الموضوع اقل بكتير جدا. فمرحبا الى عالم البيز، انا مش شاطر في البيز خالص، انا مش آلتي التخصصية ولكن بحب اطبل عليه يعني. بس طبعا احب اقول لك معلومه برضو عن الجيتار البيز، تغيير اوتاره مش سهل جدا، وطبعا الاوتار بتاعته بتعيش وقت اطول جدا من الاوتار بتاعت الجيتار التقليديه، ولكن اوتاره غاليه شويه وتغييرها مش سهل طبعا. انت بتغير يعني حاجه بتتشد شد عظيم يعني، فبيبقى صيانته بس في الموضوع ده سهل. الجيتار نفسه طبعا المسطره دي شايله لود جامد جدا، انت متخيل ان الشد بتاع الاوتار دي شد عظيم جدا بالنسبه للشد بتاع اوتار الجيتار. فالمسطره نفسها رغم انها طويله ورفيعه، طبعا الجيتار ده اطول بكتير من الجيتار الالكتريك. يعني انا حطيت الجيتار الالكتريك جنبه طبعا دلوقتي، تقدر تشوفه ولا مش هتقدر؟ يعني وصل لغايه الرقبه يعني. فالجيتار الالكتريك يعني مش بنفس الطول بتاع الجيتار البيز. جيتار المسطره بتاعته الجميله الطويله دي بتعمل لي ان هو اتحدى، اشوفكوا الحلقة الجاية.